وانا لقيت البوك بتاعي ناقص 200 جنيه، وما كانش فيه حد في الاوضه غيري انا ونيره، ومحدش دخل الاوضه خالص. شروق كمان قالت ان نيره كانت بتسجل لهم وهم في الاوضه وهم على فكره دي مش اول مره هي عملت كده قبل كده، وكانت عايزه تنط من الشباك نيره. ودي كانت اعترافات شروق. تعالوا بقى نشوف الموضوع من الاول خالص كان على السوشيال ميديا عامل ازاي، والحقيقه اصلها ايه. أول جلسة من جلسات قضية نيرة صلاح الزغبي قدام المحكمة كانت يوم 4/4/2024 قدام محكمة جنايات شمال سيناء، واللي كان أمر الإحالة فيها للقضية إن المتهمة شروق أخدت شتات خاصة بنيرة من على تليفونها وبعتتها لطه زميلها، وإن طه كان بيبعت رسائل تهديد كتيرة جدا لنيرة، وكمان بعت الرسائل اللي شروق بعتتها له لواحد زميلهم في الدفعة. وبدأ طه وشروق يتكلموا على جروب الدفعة ويهددوا نيرة وأرغموها إن هي تعتذر قدام الجروب كله، وده فعلا اللي حصل وخلوها تعتذر قدام كل الجروب. طبعا شروق وطه متهمين بإنهم رعبوا نيرة لغاية ما نفذت رغبتهم، واللي هي الاعتذار قدام الجروب كله، وإنهم كمان اتعدوا على خصوصيتها إنهم خدوا التليفون بتاعها وخدوا منه شتات خاصة بيها من غير ما تعرف، وتعدوا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، ورفعت الجلسة لحين صدور الحكم. القصة قصة كل بيت في بنت بتروح مدرستها أو جامعتها وتكون جديدة لسه بداية السنة زي كل البنات، وتبدأ تتعرف على مجتمع جديد وناس جديدة عليها، بس لو وقعت في إيد شخصيات زي شروق وطه هتكون نهايتها حبة الغلة اللي ممكن في لحظة تبدل حياة الأسرة كلها وتملاها بالحزن. نيرة تعرفت على شروق وولاء ومريم في أول السنة الدراسية، ولأن كلهم كانوا مش من العريش فكانوا عايشين في سكن الجامعة، والأربعة كانوا مع بعض في نفس الأوضة، ولاء، مريم، شروق، نيرة، كانوا أصحاب وكويسين جدا مع بعض، بس نيرة وشروق كانوا قريبين قوي من بعض، كانوا بيخرجوا ويتكلموا وبيقضوا وقت أطول مع بعض. شوية وشروق اتعرفت على ولد اسمه طه وبدأوا يخرجوا مع بعض، وطبعا لان شروق في سكن الجامعه فكل تحركاتها واضحه جدا، فكل الطلاب بداوا يتكلموا ان شروق وطه مرتبطين وبيخرجوا مع بعض. طبعا المجتمع المصري بيرفض كل الكلام ده غير لما يكون باطار رسمي زي الخطوبه مثلا. نيره فكرت وقررت ان هي تتكلم مع صاحبتها شروق لان هي كانت بتحبها جدا وما كانتش عايزه حد يتكلم عليها، وقررت تنصحها. نيرة بحكم ان شروق صاحبتها كلمتها وبدأت تقول لها طه شخص مش كويس لانه بيخرج معاكي والناس شايفة كل ده وكده، الناس بتتكلم عليكي ولازم تبعدي عنه. شروق بدأت تتضايق جدا من نيرة وراحت حكت لصاحبها طه وقالت له انها مش عايزين ينزل معاك وبتتكلم عليك وحش. وبعد شوية حصلت مشكلة بين شروق ونيرة، ونيرة قررت تسيب لها الأوضة اللي كانت فيها وراحت أوضة تانية وقعدت مع بنات تانية، والترم خلص ونيرة وكل أصحابها افتكروا إن خلاص كده المشاكل انتهت، ويرجع الترم التاني وترجع نيرة السكن، بس في الوقت ده شروق تكون ما صفيتش من ناحيتها وتكون مجهزة صور وشتات يا إما واخداها من تليفون نيرة نفسها أو هي صورتها من وراها، لسه مش عارفين الحقيقة فين، بس كل اللي معروف إن شروق كان معاها صور وشتات لنيرة. وبدأت شروق تجمع أصحاب نيرة اللي بقت معاهم في الأوضة الجديدة وبدأت تقول لهم نيرة بنت مش كويسة وبتكلم ولاد وبتبعت لهم صورها عشان تكره الناس في نيرة وتكون ملهاش عين تتكلم عنها تاني زي ما هي فاكرة. أصحاب نيرة لما شروق قالت لهم كده استغربوا جدا، لأن نيرة أصلا هي اللي كانت بتشجعهم يصلوا وعارفين كويس قوي إن هي شخصية محترمة. ففي بنوتة من أصحابها جت ونيرة موجودة وشروق كمان قاعدة وقالت لها هو انت بتكلمي ولد وبتبعتي له صورك؟ نيرة اتصدمت من كل الكلام ده وراحت قالت لها لا طبعا، انت ازاي تقولي عني كده؟ انت عارفاني كويس. راحت البنت قالت لها انا بس عايزة انصحك لو بتعملي كده بلاش، بس نيرة انهارت وقعدت تعيط وقالت لها انتوا ازاي بتفكروا فيا كده؟ انتوا عارفيني كويس.
البنت كانت بتتكلم قدام كل البنات وقدام شروق، وكلهم كانوا مصدقين ان نيرة فعلا مظلومة، وقرروا ان هما لازم يحلوا المشكلة دي وبسرعة. راحوا قعدوا مع شروق وقالوا لها امسحي كل الحاجات اللي معاكي دي، ونيرة وانتي ملكوش دعوة ببعض تاني، وخلصوا الموضوع على كده. ونيرة في أوضة بعيدة عنك وهي ما بتتكلمش عليكي. شروق قالت لهم خلاص انا مسحت كل حاجة، بس شروق ما كانتش ساكتة وكان جواها غلة عايزة تخرجه. وجت بعديها بشوية بدأت تحفل هي وطه صاحبها على جروب الجامعة، تلقيح وابتزاز وتنمر وحاجة صعبة جدا. فضلوا ينزلوا حاجات كتير على الشات بتدل ان نيرة حد مش كويس بس من غير ما يقولوا اسمها، وفضلوا يكتبوا كتير صفات عنها زي مثلا هي اللي بتقوم بالبنات قيام الليل. واغلب البنات تقريبا فهموا ان الكلام كان عن نيرة لان في مشاكل بينها وبين شروق وهي اللي فعلا بتصلي بيهم قيام الليل، وعلى كلامهم عاملة فيها شيخة. في الوقت ده نيرة كانت بتستنجد ببنات يدفعوا عنها، بس للأسف هم رفضوا. وده شات كانت صاحبتها بعتاه الساعة 4 الفجر يوم السبت، اليوم اللي كانوا بيحفلوا فيه عليها. وبعدها أخت البنت دي تكلمها الساعة 5 الفجر وتقول لها ابعدي عن أختي وملناش دعوة بالمواضيع بتاعتك. وطبعا بعد كل التحفيل اللي حصل على الشات والتلقيح اللي اتقال، كله رفض يقف مع نيرة أو حتى يساعدها، وتفضل نيرة لوحدها. ودي الرسالة مع صاحبة نيرة بتقول لها انت ليه مش حابة تتكلمي معاها؟ ايوة اصل انت طرف بعيد حابب يساعد، فايه الضرر؟ نيرة كانت بتستنجد بيها، لكن البنت قالت لها انا طرف ممكن يدخل في الموضوع ده حتى لو من بعيد، ولو حصلت مشكلة هبقى في الصورة. نيرة فضلت تستنجد بيها لكن البنت رفضت. وبعديها بساعة اختها كلمتها وقالت لها نيرة طلعي فلانة من الحوارات دي كلها، هي مش هتروح معاكي ولا هتنزل معاكي ولا هتكلم اي دكتورة من الكلية، علشان هقول لبابا لو نزلت او عملت اي حاجة من ده كله، ابسط حاجة سيرتنا هتيجي بالسوق. تقريبا كده نيرة كانت عايزة واحدة من اصحابها يشهدوا معاها قدام حد من الكلية. بدأت البنت تقول لها بصراحة انا واختي ملناش دعوة، انتي مع نفسك شوفي بقى تمسحي الصور دي كلها ازاي، بس اختي ما تجيبيش سيرتها في اي حاجة، لان بجد الموضوع موضوع مقرف وربنا يسترها على كل البنات والموضوع منتهي عندنا وبس كده. الموضوع كان كبير جدا وواضح جدا ان نيرة كانت قلقانة وخايفة وكانت بتستنجد بأي حد، لكن كل الناس كانت خايفة على نفسها. نيرة لقت ان الكل رافض يساعدها ومحدش هيشهد معاها عند الدكاترة. بدأت تبعت لشروق على جروب تقريبا شروق كانت فيه هي وكان واحدة من اصحابها، وبدأت تسألها هو الحوار اللي في الجروب ده عليا؟ بدأت شروق تقول لها أنا اللي هأذيكي في دراستك ولا المدينة المرة دي، بس قسما بالله لو سرت جات على لسانك تاني هتشوفي وش التاني يا نيرة. أنا أسفة على حاجة ما عملتهاش والله، بس حقك عليا لو كان وصلك كلام مش كويس أنا قلته، بس أنا والله ما قلت حاجة. ياريت ياريت طنط ما تأذنيش في حاجة، وأنا أوعدك إن لو كانت سرتك بتجاب فمش هجيبها. شروق ردت عليها وقالت لها ماما بتقولك في خلال ربع ساعة لو ما نزلتيش أسف لي أنا وحبيبة ومريم وولاء على جروب الدفعة هتزعليش إن الحوار هيكبر أكتر من كده. مش فاهمة إزاي أم بتدخل في الموضوع بكل الجبروت ده، إزاي كل التهديدات دي لبنت صغيرة لسه في الجامعة. يدوب شروق قالت الجملة دي الساعة 5:08، الساعة 25 دقيقة كانت نيرة معتذرة قدام جروب الدفعة كله بعد ما تكلموا عنها بأسوأ الطرق. تخيلوا بقى الحالة النفسية اللي كانت فيها نيرة عاملة ازاي بعد ما تشردت قدام الجروب كله. ويوم وفاة نيرة كانت بتكلم مامتها زي كل يوم الصبح ونزلت المحاضرات بتاعتها، بس اليوم ده كان غريب شوية لأن جت للأم مكالمة تليفون من مريم صاحبة نيرة في السكن اللي أول مرة تكلمها أساسا، وتقول لها يرضيك يا طنط نيرة تنزل وتشتكيني للوكيل. راحت والدة نيرة قالت لها انت سمعتيها او شفتيها وهي بتشتكي؟ البنت قالت لها لا بس اصحابي اتصلوا عليا وحكولي. راحت الام قالت لها يبقى ما تصدقيش حد، وما ترجعي السكن واجهي نيرة واسأليها عملت كده ولا لا. والبنت فعلا اقتنعت وقفلت. وتفضل الام تتصل بنيرة علشان تفهم منها في ايه، بس الموبايل ما يجمعش، فتتصل بصاحبتها في السكن وتسألها عن نيرة، فتقول لها ان هي فعلا حضرت معاها المحاضرات وبعدها نزلت ولسه ما جاتش لغاية دلوقتي. الساعة 7:10 نيرة اتصلت بوالدتها وبدأت تتكلم معاها
وتحكي لها عن مريم اللي اتصلت بيها. بدأت الأم تقول لها دي قالت لي إنك نزلتي واشتكيتيها للوكيل، هو إيه اللي حصل واشتكيتيها ليه؟ نيرة قالت لها والله يا ماما ما نزلت ولا اشتكيتها لحد، أصلا ما فيش بيني وبين مريم دي أي حاجة. قعدوا يتكلموا مع بعض شوية والأم سألتها انت فطرتي؟ لأنها كانت صايمة 3 أيام. راحت قالت لها آه يا ماما الحمد لله. راحت قالت لها الأم انت كنت برة، مين جابلك أكل؟ قالت لها واحدة صاحبتي جابتلي الأكل. وفي آخر المكالمة نيرة قالت لوالدتها أنا بطني وجعاني قوي ومش قادرة. راحت قالت لها خدي دواء ولا أي حاجة. الأم كانت فاكرة عندها مغص عادي ولا شوية برد، لكن لقت البنت سابت التليفون وسمعتها عمالة ترجع. راحت قالت أكيد واخدة برد في بطنها عادي وبتحصل. وراحت اتصلت على مريم وقالت لها أنا سألت نيرة وقالت إن هي ما اشتكتكيش ولا في بينكم حاجة أصلا. ترد مريم خلاص يا طنط الموضوع خلص، أنا كنت فاهمة الموضوع غلط. وبعد نص ساعة رقم غريب يتصل على والدة نيرة وبنت تقول لها يا طنط نيرة فضلت ترجع كتير قوي والإسعاف جت خدتها ولقينا في شنطتها حبيتين وعرفنا انهم حبات غلة وقفلت السكة على طول. الأم اتصلت بأصحابها اللي تعرفهم قالوا لها اه هي اتنقلت المستشفى والبنت اللي راحت معاها نسيت تليفونها بس معاها المشرفة المسؤولة عنها. والمشرفة كلمت الأم وقالت لها ان نيرة حالتها خطر جدا وتعبانة ولازم تجولها دلوقتي. فعلا الأم بدأت تتحرك على الساعة 10:30، وصلت عند نيرة الساعة 2:30 الفجر. وأول ما وصلت المستشفى قالوا لها بنتك على أجهزة التنفس بس لما طلعت كانت ميتة. الأهل دفنوها واتقال إن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، والعزة اتعمل والأهل استعوضوا ربنا في بنتهم اللي كانت لسه بتبدأ حياتها. بس فجأة تويتر يتقلب وأصحاب نيرة يبدأوا يتكلموا إن هي كانت بتتعرض للتنمر والضغط النفسي في السكن وعلى جروب الجامعة وتهددت بصور وشتات، والكلام ده يوصل لأهل نيرة. وأصحاب نيرة يكلموهم ويقولوا لهم حرام عليكم هاتوا حقها. وأخيرا يقرروا إنهم يطلعوا ويحكوا كل حاجة. بس بعد ما فتحوا تليفون نيرة وشافوا كل الشتات مع أصحابها وشافوا جروب الجامعة واللي فعلا حفلوا فيه عليها وهددوها قدام كل أصحابها، وبدأ أهلها يرفعوا قضية والنيابة تأمر بخروج الجثة وتشريحها. وطبعا طلعت إشاعات كتير جدا وتقال إن حق نيرة هيضيع، لكن النيابة العامة أمرت بحبس شروق وطه بتهمة التعدي على الحياة الشخصية للغير وابتزاز نيرة وتعرضها للضغط النفسي، وتوقف والد شروق عن العمل لحين استكمال القضية، وتم الأمر بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق. شروق اعترفت قدام جهات التحقيق ان هي تعرف نيرة صلاح من شهر اكتوبر 2022 وان هي كانت معاها في السكن وهما الاتنين كانوا في اولى طب بيطري جامعة العريش وكانوا قاعدين في اوضة واحدة مع بعض. وفي شهر نوفمبر واحدة من زمايلهم مشيت من الجامعة وراحت جامعة كفر الشيخ، وبالتالي ادارة المدينة نزلت بنت جديدة معاهم في نفس الاوضة. وفي نفس الشهر دوت نيرة كانت قاعدة على سور البلكونة في المدينة الجامعية والمشرفة جريت عليها وقالت لها انت عايزة تنتحري؟ انت عايزة تودينا في داهية؟ انا هنزل اقول لميس هناء. وفعلا المشرفة نزلت لميس هناء واتصلت بمامتها وقالت لها بنتك عايزة تنتحر وحاولت تنتحر قدامنا، تعالي خديها عشان احنا هنعمل لها اخلاء من المدينة دلوقتي ولازم تطلع من المدينة حالا. نيرة قعدت تعيط كتير جدا وقعدت تتحايل على المدرسة ان هي ما تمشيهاش وقالت لها انا اخر مرة هعمل كده. الميس فعلا سمحتها وسابتها ان هي تكمل بس حذرتها ان هي لو عملت كده تاني مش هتسكت. وفي الوقت ده ولاء ومريم اللي كانوا معانا في الأوضة نزلوا أجازة وده كان في آخر شهر ديسمبر، وأنا لقيت البوك بتاعي ناقص 200 جنيه وما كانش فيه حد في الأوضة غيري أنا ونيرة ومحدش دخل الأوضة خالص. وأنا واجهتها وقلت لها انت سرقتي ال 200 جنيه؟ راحت قالت لي دي عفاريت، ما ده العادي بتاعك كل حاجتك بتختفي. وانا فعلا كان في حاجات كتير بتضيع مني زي برفان الغسول المصليه بتاعتي كل حاجه كانت بتختفي من عندي. شروق كمان قالت ان نيره كانت بتسجل لهم وهم في الاوضه وهم بيضحكوا وبيهزروا وبيشتموا بعض، وكانت بتبعت لواحد زميلها لدرجه ان زميلها ده قال لها دول سمعتهم وحشه وناس مش محترمه اخرجي من معاهم في الاوضه، وهي نيره اللي جت قالت كده لشروق بنفسها.
وكمان قالت لشروق ان مامتها قالت لها سجل لواحدة زميلتهم معاهم في الأوضة لان هي كانت بتشتم كتير، وتنزل التسجيل ده لميس هناء عشان ترفدها من المدينة كلها. شروق عاتبتها وقالت لها انت ازاي تبعتي تسجيلات واحنا قاعدين لوحدينا لواحد زميلك وتخليه يقول علينا ان احنا ناس مش كويسين. ودي كانت اعترافات شروق. وننتظر القضاء العادل في كلمته الاخيرة، واحنا واثقين ان النيابة العامة هتجيب حق المظلوم زي ما متعودين منها دايماً.